تحية طيبة وأهلا بكم مشاهدينا في آخر أخبار الاقتصاد. كشف نائب محافظ كربلاء المقدسة علي الميالي عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخضار والفواكه في الأسواق المحلية إلى الضعف من سعرها أو أكثر من ذلك مع بداية شهر رمضان المبارك بسبب منع وإيقاف الاستيراد من دول الجوار وعدم دعم الزراعة والصناعة الوطنية. ارتفاع الأسعار وخاصة يعني المنتج المحلي اللي انفقد اللي هي الطماطم والباذنجان والخيار وبعض الأمور إلى ضعف بعد زيارة العلوة والتقاء بالمواطن والفلاح والتاجر لاحظنا هناك ثلاث مشاكل. اليوم احنا لجنة مشكلة من أمانة مجلس الوزراء تعديل بعض الفقرات بشأن إجراء الحكومة لمواجهة غلاء الأسعار. احنا لو نلاحظ الفقرة اللي موجودة تعديل الفقرة 3 من قرار اللي إلغاء القرارات كافة الصادرة بشأن حماية المنتج المتعلقة في حظر استيراد المواد الغذائية والاستهلاكية والأدوية والسماح باستيراد المواد المذكورة آنفا 3 أشهر وعالة النظر بشأن حظرها أو السماح باستيرادها بعد معاينة تتطور الأزمة. وزارة الزراعة، الزراعة تعرف كل سنة احنا الكهرباء نعرف بالصيف وبالشتاء انه تكون الذروه هي هاي، زين احنا كل سنه نعرف انه المنتوج المحلي دعم المنتوج المحلي بالشهر الرابع الطماطم تقل، يعني الشهر الرابع والشهر العاشر، ليش ما يصير هناك خليه ازمه واجتماع وتعالجها وتفتح المنافذ وتستوردها؟ يعني انا مثلا يوم اللي يجيني خيار بعد في الشهر يتكاثر انا اقطع المنتوج المحلي المستورد واعوف المنتج المحلي لان موجود عندي هنا، ليش انت هسه الخيار ارتفع ل 1200؟ البطيطة 1200، الطماطم 1200، المستورد اللي يجي يطبق هذا القرار يقول لك بالحصوة ما أخليه يدخل ويصادروه، زين هو جاي لترانزيت الكربلاء، إذا هاي تخبط بالقرارات.